لطفي بغان مناشط في المجتمع المدني، عضو في مؤسسة القيروان وعضو في جمعية المولد النبوي الشريف. الفكرة بون جات عديد الجمعيات حبوا يعملوا أيامات مساندة للشعب الفلسطيني، والبلدية تبناتها هذه. بون احنا كمؤسسة القيروان اقترحوا لنا شنو نجموا نعملوا، واحنا ديما نقولوا كونه القروان هي ربيعة الثلاث، دونك يلزم الميساج يكون قوي، الميساج يكون فور، يلزمنا نعملوا حاجة قوية. جات البالي باش نعملوا العلم نهبطوها، يعني باش يكون فيه رمزية قوية كانوا من جامع عقبة بن نافع للقدس، تتعدى الميساج قوي. وفقنا ربي وخدمناه في ظرف نهار، إذا ما نقولش نهار وتريف معناتها، عاونوني فيه بناتي اللي خدموا زادة في العلم الكبير. نحب نعمل تعريجة صغيرة كونا احنا اللي خدمنا العلم البلو غران درابو دي موند، وطيحنا بيه جناس اللي تحل في الجنوب، انا اللي خدمته وكانوا معايا البنيات هذوما. والمره هذه بون حتى واحنا مش نخدموا كي عطلهم قلت لهم راه فما علم فلسطين، جاوا يجريوا وعاونونا فيه بكل حب وبكل روح وبكل وطنيه. قداش الابعاد نتاعو، طول عرض قماش قداش؟ هذايا طوله 18 على 9 متر، هو تو على البارتي الوطنيه اللي هي طولها 18 متر نتاع السبعة. لا خدمنا برشا اخرين باش اثثنا الساحه، حبينا اللي يدخل للساحه نتاع عقبه بن نافع يحس كونه شونجمون نتاع لي كولور نتاع فلسطين باش يعطيك لومبيونس هذيك. اما هذاك البلو غران خذينا لي ديمونسيون من اداره التراث، خذينا لي ديمونسيون وعملنا ا بري، خايفين من الريح ما حبيناش نزيدوا نطولوا ولا نكبروا، ما نعرفوش الموفمون سيرتو هو مش يقعد جمعه كامله توا. من هنا للاختتام، اليوم هو الافتتاح والجمعه الجايه كما هكا مش نعملوا الاختتام، مش تكون اكثر حيويه واكثر مشاركات ان شاء الله بحول الله. انتم سيادتكم اللي خيطتوا العلم هذا، فيه تعب فيه جهد وفيه محبه وعاطفه خاصه بالطبيعه، اي حاجه بسيطه ياسر ساهمنا فيها. معنا احنا سي لطفي بن غانم هو معنا نادي لنا، معنا احنا نخدموا بالطبيعه معاه وحب باش يعمل الحاجه ذي، واحنا معناها برحب الصدر معناها مشينا معاه وخدمناه وبسط معناها حاجه بسيطه نجم نقدموها معناها للشعب الفلسطيني. مش خدمه عاديه كما الخياطه، مش عاديه اما جاي خفيف وفي ساعه خدمناه في الحبه في اي عطفنا معاه وكل شيء وكهو. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري الأنهار